اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معانا غرفة نوم بنات شيك جدا، هتشوفوا تصميم مختلف عن أي غرفة شفتوها قبل كده. الغرفة من تصميم معرض إسلام صبحي، اسم المعرض ورقم التليفون فوق على الفيديو. بصوا اتفرجوا على السراير، سرير عادي. بصوا بقى السرير التاني شيك جدا بصراحة، عملي قوي، اتعمل بتصميم حلو ومختلف. طبعا الغرفة دي بناتي، وممكن طبعا نغير اللون اللي هو الكشميري اللي ورا، بتعمل اي لون تاني يعني ممكن تنفع للولاد او البنات، بس انا عجبني تصميم الغرفة بصراحة. الغرفة شكلها مميز، والدولاب السراير حلو قوي. كمان ميزة المعرض ان هو بيعملك الغرفة على حسب مساحة المكان عندك، سواء ضيق او واسع، بيقدر ازاي يصمم الغرفة على حسب المساحة. بصوا انا عجبني جدا السرير ده. طبعا المراية دي طبعا حاجة ضرورية في أوضة البنات. الغرفة باللون الأوف وايت في الكشمير، بص الدولاب برضو شكله لذيذ اوي وسيمبل خالص. اللون الأوف وايت طلع معانا موضة 2025. كمان داخل معاه اللون الكشمير واللون الازرقات واللون الزيتي او الاخضر بدرجاته، والكافيهات والبنيات، واللون الابيض طالع برضو معانا موضة 2025. بصوا حتى الدولاب مميز، بصوا عامل فيه حاجات جديدة قوي بصراحة. الغرفة دي فيها حاجات اول مرة اشوفها. سيبكم تتفرجوا معايا على الغرفة بتاعت النهاردة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا للقناة وفعلوا الجرس، وكتبولنا في الكومنتات ايه رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة.